لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. ماني مصدق، ماني مصدق اني جالس اشوف بنتي كوثر تكبر وتتخرج قدام. الايام يوم كوثر تمشي بسرعه. اي والله اليوم وانا بحفل تخرجها مو مستوعبه، مو مصدقه، كاني بحلم. المرحومة أمي. وانت الحين كل ما زانت الجلسة طلعت هالخاتم وبكيت؟ يا أرجوك، لا لا أرجوك، الخاتم هذا عزيز علي وغالي، أغلى شيء بالدنيا أملك. الخاتم هذا بهدية لبنتي كوثر مناسبة التخرج. القم ويا ابو تلاتة، يا ابو تلاتة سهر الليل، يا ابو تلاتة، يا ابو تلاتة، يا ابو تلاتة سهر الليل، يا ابو تلاتة. ابشركم تخرجتوا من المعهد يا جماعه، مبروك. حيوا كفتة، حيوا كفتة، حيوا كفتة، حيوا كفتة، حيوا كفتة. ايوه وخير يا طير، كل العالم تخرجت. اركض ها، تعال نكمل الجيم. الشرها مو عليكم، الشرها عليني اني اجيت ابشركم قبل اهلي. طيب وش تبينا نسوي لك؟ سلامات، ترك مفحط لين ما جبتها. 12 سنة بالابتدائي، 9 سنوات بالمتوسط، 7 سنوات بالثانوي. والله لو انك جايب الدكتوراه. خلونا نطلب حبة بخاري ونعتبر بتخرجه. والله ما فيكم خير، المفروض تجيبوا لي كيكة، المفروض تحسون فينا بفرحتي، ما اشوف اللي عندكم الا التحطيم. تعال تعال يا ابو كيكة، تعال خذ شهادتك. 5. ما هو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا أبو كوثر، أهلا وسهلا. يا هلا فيك، الله يسلمك يطول في عمرك. شوف طال عمرك، الخاتم هذا غالي ونفيس وعزيز على قلبي كثير، ها؟ ويعلم الله لولا ثقتي في الله ثم فيكم كما جيت عندكم. الخاتم هذا أنا ناوي أهديه لبنتي بمناسبة تخرجها. أبيكم تأخذون الخاتم وتحطونه داخل الكيكة عشان بنتي لما تقطع الكيكة تتفاجأ فيه. حركة كثير حلوة. أول شيء إن شاء الله ألف مبروك التخرج. الله يبارك فيك. ثاني شيء أبو كوثر، بديك تختار معي الكيكة منشان نحط لها. ليش لا؟ أبغى الكيكة البيضة الكبيرة هذه. الصراحة اختيار موفق. وأبيك تسجل عليه مبروك التخرج يا كوكو. العيال غريبه، كفته ما جاء للاستراحه للحين، ولا العاده تلقونا مسنتر قبلنا. اي والله انك صادق يا عيال، لا يكون زعلان عشان ما احتفلنا بتخرجه. دقائق دق عليه. اي والله دق عليه. الو كفته، وينك اهو؟ نعم، ايش تبغى؟ قول ايش تبغى، ما انت جاي للاستراحه؟ والله قلت اسحب عليكم واشوف مستقبلي دامكم ما فرحتوا فيني. اوف اوف يا الزعول، خلاص تعال اليوم نحتفل فيك. تعال، شكلكم تطقطقون عليا. يا ابن الحلال تعال تعال، بنشتري لك كيكة، يلا انبسط. خلاص بجي. يلا يا عيال مشينا نجيب لك كيكة. يلا لا خلاص يا بنت الناس، اهدي، شو صار لي؟ قلت لك جاي نص ساعة اكون عندك جهزي. شفيق ايوه، انا اروح موعد المستشفى، انت بعد المحل اوكي؟ اوكي مدير. السلام عليكم. عليك السلام. اوف اوف، هذا حلو يا عيال. بامبا، وين حفلة معلمات؟ طيب ايش رايكم بالكيكة يا عيال؟ ايه هذه كويسة. حلو، بنكتب عليها
ولا تزعل يا ابو الكفاتي. لا لا جمله طويله مره والله تصلح مطلع اغنيه. ولا تزعل يا ابو الكفاتي بالله صبوها القهوه. وين يا حبيبي ما تيصير ايش نكتب عليها؟ نكتب عليها مبروك التخرج يا كفته. لا نكتب مبروك التخرج يا كوكو. ومن كوكو؟ كفته. اما نكتب على الكيكه كفته نكتب كوكو احلى. ها وش رايك؟ حلو كوكو كوكو كوكو. يا صديق ايوه نبي هذه الكيكه وتكتب عليها مبروك التخرج يا كوكو. ما في مشكله. لا لا مدير خلي دقيقه يا عيال كيف ناخذها الحين تذوب في الحر وعندنا كذا مشوار ما خلصناه. طيب عندكم توصيل؟ في توصيل. خلاص برسل لك اللوكيشن جيبها لنا بالاستراحه. ما في مشكله. الحقيقه يا جماعه احرجتوني. مسوي فيها مستحي ترى جايبينها لك رضاوه مو علشان تخرجت. ألف مبروك يا كفتة يلا قطعها بالعافية. شد يد فيه. أيوة شكرا. من هنا بعد أيوة شد 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 أيوة. بسم الله قرب قرب الصحن. خذ ياسر. شكرا. هذا لك. يا فقي فين بتدي الكيكه؟ الباقي باخذه البيت. واحنا؟ هذه تكفيكم. الف الف مبروك يا بنيتي. الله يسعد قلبك مثل ما فرحتينا واسعدتينا. شكرا يابا فاجأتوني مره. تستاهلين يا قلبي. تفضلي. لا 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 من هنا الله يحفظك من هنا. لا 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 يا بنيتي. من هنا. أيوة بسم الله. سميرة شوف عيالك يا سميرة. موسى اقعد يا موسى اقعد يا موسى قلتوا لك اقعد وانت اقعد في السيارة وانت خلف مجوّل خلونا نتفرج في التلفزيون. مرحبا يا مرحبا. اجلس ابراهيم اجلس عيا واخيرا جبتهم كيكه. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. جبت لكم كيكه بمناسبه تخرجي. إيه. اخوكم الكبير. ايام باقي كيكه تصدقت جزء منها. الله عليك هذا قوي الايمان ايمانه قوي. يا عيال بسم الله بسم الله اهدوا اهدوا بسم الله شوي شوية كلكم تاكلوا. وين راح وين راح الخاتم؟ دوري هنا دوري دوري زين دوري وين راح الخاتم؟ بسم الله ايش فيكم؟ وش جابك يا بنيتي الله يهدين وياك؟ الحين ما قلت تروحين تنومين؟ روحي نومي يبا ايش فيك علي؟ روحي يما الحين روحي روحي الله يهدين وياك بعد انت الثانية. دوري شوفي من هنا طول بالك طول بالك. وين الخاتم راح؟ ارجع المحل يمكن نساه. نسى يويلة مني يا سواد ليلة. وين الخاتم؟ أهلين بكوثر. أي خاتم؟ أقول لك وين الخاتم اللي أعطتك إياه؟ حطيته بالكيكة شو ما لقيته يعني؟ صح أنت؟ يعني بتحطه وبجي أسألك ما لقيت الخاتم؟ وين فيه؟ أنا اللي غلطان إني وثقت فيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صبرك علي صبرك شعلي. أنا مسكت الخاتم وحطيته بإيدي جوا الكيكة. شفيق أيوة تعال هون. وين الخاتم تبع أبو كوثر؟ هذا في كيكة نيل صار شكل عمل ملو. الله لا يوفقك على الخبرية. روح نادي تبع التوصيل روح. أبو كوثر اهدى الله يخليك. يمكن صارت لخبطة بين طلبين بس كل شيء بنحل. اهدى. هقولك تطلع لي الخاتم من تحت الأرض سامع ولا لا؟ سامع؟ أنا خراب هي الزمانة خراب هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلح لي ذي الخاتم. أنت مخفي ولا ما في؟ أنا شغل ساعة كيف تبي خاتم؟ تبغى تصلحه ولا روح؟ هات شوف أنا هذا خاتم. أنت يبغى بيع هذا خاتم؟ لا 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 ما ابغى ابيعه لو تقول لي بخمسين ريال ابغى اصلحه. هذا انا اصلح خمسين ريال. خمسين ريال
لا 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 ما ابغى اصلحه. بكم تشتري هذا؟ هذا انا يشتري 500 ريال. ابو كوثر ضيق وصل العمل، انت اهدى من شان الله. نعم يا استاذ. وصل حبيبي. وين وديت الكيك الثاني؟ انا وصلت كيكتين، واحده وصلتها بيت ابو كوثر والثانيه استراحه شباب. وين استراحه هالشباب؟ اوف 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 وش ذا الكشخه يا كفته؟ طالع كنك بدنجانه. ومتعطر بكمبودي بعد. ايه يا بقي هذا كله عشان غريج؟ اشكركم على الهديه يا شباب، فاجأتوني. ما سوينا شيء، ترى كلها كيكه. علي الحركات هذه، انا لقيت اللي داخل الكيكه. وش عنده يغمز ذا الزاحف؟ هي ايش لقيت جوا الكيكه؟ هي دي الاستراحة. ليه ما قلت لكم حط الخاتم داخل الكيكة؟ افرض ان عضيته انكسر ورحت للمحل اصلحه. وش قاعد تقول يا المهبول؟ لحس مخنا. هو قصده نفس العامل حق الكيك، خاتم وطاح ودخل جوه الكيكة. اي فقي السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. انا عامل التوصيل اللي جبت لكم الكيكة، حصل غلط والكيكة اللي عندكم دي جت لكم بالغلط. اي نعم، انا صاحب الكيكة اللي عطاكم اياها الاخ هذا بالغلط، وفيها خاتم غالي يخصني. اي بتطلعونه ولا بتشوفون علم ثاني، فاهمين؟ انت صاحب الخاتم؟ وين الخاتم لقيتوه؟ وين الخاتم؟ اي خاتم؟ اقول لك وين الخاتم؟ بعته. شو؟ قلت الكلمة هذه؟ وين الخاتم طلع؟ ايه سلامات، ارفع يدك عن خوينا، ترى محترمينك عشان كبر سنك. بعدين تعال، في احد يحط الخاتم داخل الكيكة؟ يقال لك مفاجأة يعني. عضيته انكسر. الله يكسر رويسك. قلع مين؟ اقول مش معي، امش معي وريني من بعت عليه. عامل 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 شكو جاسر. जाने क्या होंगे लेकिन ايش صديق خاتم انا بيع انت فيها خاتم انا بيع خلاص ايش تبيع صاحي انت مجنون بيع على كيفك هو لا الظاهر انك متفق انت وياه اي انتم عصابه اكيد انا بكلم الشرطه خلاص سامح عشاني اقول اذلف بعد انت الثاني قلم شرطه ليش هذا جيب خاتم أنا أشتري خاتم، أنا بيه خاتم. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حبيبي، أنت بعت خاتم لمين؟ أنا بيه هذا خاتم حق أبو سعد، هو حبه حجر كريم. يا حبيبي وخر ذلف عني. كم رقم أبو سعد هذا؟ سجل. 05 هلا حياك الله ابو سعد يا هلا ومرحبا الله حييك معك أخوك أبو كوثر أنا أكلمك من المحل هذا تبع شهنار هذا اللي باعك الخاتم آمر وش بغيت؟ أبد أنا ما بلي سلامتك عندك لي أمانة غالية علي وأنا مستعد يا أبو سعد أني أخسر الأول والتالي علشان أحصل على هالخاتم واسترده أرجوك رجع ولا يهمك ولا يهمك حياك عندي المتحف ونشوف شو السالفة اي ابشر الحين ادز لك اللوكيشن تامر تام يا هلا ونعم حياك الله هلا هلا شبيها ومثل ما قلت لك يا ابو سعد الخاتم هذا عزيز وغالي على قلبي بالحيل هذا خاتم المرحوم الله يغفر له ويرحمه الله يرحمه غالي عندي بالدنيا كلها وبعدين يا ابو سعد
أمي وارثنا الخاتم من أمها اللي هي جدتي. لا تبكي، ما عندك لينكس، لا تبكي، خلاص صارت السالفة وصارت الحوسة ذي وأبو سعد إلين شريت الخاتم ووصل عندك. الله يرحمها، الله يرحمها برحمته. أنا لقيت الخاتم في الكيكة. بسم الله الرحمن الرحيم، شنو اللي قاعد أشوفها؟ لا لا لا، هذا منين جبتوه؟ هذا خوينا كفته، من زمان نعرفه. أي من زمان؟ أنا دوره من زمان. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه المواصفات اللي بي في مجال تمشي. امشي شوي بس درباك لا تطيح الارضيه نفس لون الشاشه. بس بس وقف شوي، يمين شوي يسار. هو الاتحاد عامل زلزال. وهو هو يا حبنا، وهي هي يا عشقنا. وحده وحده وحده. بس لا تتعبونه، بس لا تتعبونه. إيه هذا اللي ابي انا، في بلوتوث؟ لا لا ما في بلوتوث، بس في مقاسات صغيره. في إيه؟ إيه ابي واحده تكفى حق السياره. بالله عليك في الوان؟ أوه يا حب، في الوان من اللي قبض عليك. اي تكفى، ابي من فوق بيج ومن تحت شفاف. اقول ممكن نرجع الموضوع، ان الله يرحم والديك اللي كنا فيه قبل شوي. يا ابن الحلال، انا انسان اموت بالنوادر واحب الشخصيات هذه اللي اول مره اشوفها بالدنيا. ما شاء الله، انت وين طايح من فوق ولا دازينك واتساب؟ اقول واللي يرحم والديك احد يفهمني وش السالفه يا جماعه. هي بس سالفه عندي، انا اعطيكم الخاتم بس هذا يشتغل عندي اسبوعين. ما على كيفك انت وهي. اسمعني، ارضى باللي قالوا لك عشان ما ترجع فلوس الخاتم للمحل. انا مستعد انكرف ليل ونهار بس تحلوا لي المشكله. بعد تنكرف نحل كل مشاكلك يا حبيبي. كذي اتفقنا، هذا الخاتم وانا باخذ هذا، بس نروح المرور نحول الملكيه. اقول لك نقل الملكيه علي ولا عليك؟ عليك، لانك انت قديم. حياك. اخذ كفته. ما شاء الله تبارك الرحمن يا رب، الله يبارك لنا فيه ان شاء الله ويعطينا خير ويكفي شره، عسى ما في صدمات، فهم؟ يا رب لك الحمد لك. اوه ترى ما في شحن يا عصام، اشحنه اشحنه فل. ها مو ايفون، لا جالكسي، هو وايره جالكسي. وشوف حبيبي اللبس هذا بدله وضبطه وهندسه، ولا تنسى تلمعه علشان اليوم الوفد. ها وابيك تشيسه وتكتب عليه قابل للكسر. ما هو لا 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 رايت رايت. اه اوكي ثانك يو. يو ويلكم. ذا جولف عيب؟ نو، فيري جود. Thank you very much. Today, the very nice weather. Yes. So, are there many traditional homes like this in this neighborhood? Yes, yes. Okay. And is this the original site? Yeah. Hmm. Yes, inside. And one question, is there any place where we can rent equipment in this town? No, no. No? Yes, no. Not. Wow. Who's this? He looks real. This Khaliji man, this desert, good 24 hours waking and hot, cold, quickly, good. Strong, big, big, other lot. Kawi, kawi. Tell me about this outfit that he's wearing. Maha! Dude, he's real. No, 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 my friend, this is normal. Yes, normal, yes, but this stop and the remote, I don't know. I've been looking for a character like this. Yes, like, good, huh? Yeah. Good. You know what? I want to shoot a documentary and he would be perfect. I'll pay him anything he wants. والله كفتة يبي يشترونك مبروك. ما ها؟ يبي يشترونك. أنا ما هو للبيع. لا، تعال. أسكت. لا لا يا طب. بالله عليك، بالله عليك. إن الصخور كانت من أهم أدوات رجل الكهف، حيث أوه. كان يضرب الصخور بعض كفتة. يا يحيى، براهيم، موسى، أيوس، أم كفتة، كفتة، سبحان الله، يا شبه الخالق الناطق، سبحان الله، والله أنا أشبه كفتة.
مو كان كفته طول عند ابو سعد الا طول يا عيال، كل ما دقيت عليه يعطيني مشغول. يا عيال مو بهذا كفته. ويشير علماء اللغات الى ان عدد اللغات التي يتخاطب بها الهنود الحمر يصل الى 221 لغه، وهي لغات ما زالت متداوله حتى الان. اما ذا كفته الا والله هو اصلا ما في منه الا حبه واحده. كفته معليش يا شباب، ما فضيت ارد على اتصالاتكم، ابغاكم تشرفوني في استراحتي، برسل لكم الموقع. اما استراحتي كي كي يا عيال، ايش الاستراحه الفخمه هذه يا عيال؟ شكل كفته حارس فيها. حياكم الله، هيا هيا تعالوا. اقول لك جيبي لهم ثلاثة عصير، هيا هياكم تفضلوا. يهوه يا الماركات، يهوه يا النادر الفاخر. ابو الكفاتي تاج راسي. ايش هذا يا ابو الكفاتي؟ قول النجم كفته، خليك راجل. يس ناو اوكي اي كم. alright alright عندكم يا جماعة، أنا عندي شغل مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش تبون؟ نبي نشتغل معك ونقل الملكية على فرعون.